إصلاح أنظمة التقاعد ما يكتسيه من أهمية كبرى في الظرفية الراهنة، موضوع لقاء من تنظيم حزب التقدم والاشتراكية وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، من أجل العمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات للتأسيس لإصلاح شامل وبأبعاد متوازنة وكفيل بضمان ديمومة هذه الأنظمة. ما نريده نحن هو إصلاح شامل، إصلاح لا يؤدي الثمن ديالو المباشر على الفئات المستضعفة، إصلاح الذي يهم في الدرجة الأولى تقاعد صندوق المغربي للتقاعد أي الوظيفة العمومية، لكن إصلاح الذي يطال فيما بعد مباشرة باقي الصناديق. كل يجمع على أن تشخيص ديال الأنظمة ديال التقاعد يجعل من الإصلاح لا محيد عنه اليوم من خلال هذه المقاربة التشاركية. الهدف هو أن يكون هذا الإصلاح يراعي الحقوق المكتسبة للموظفين، ولكن يراعي بصفة أساسية كذلك مستقبل هذه الأنظمة ومستقبل المحالين على المعاش، بحيث أنه يضمن لهم معاشهم في ظروف جيدة. مقترحات عدة تم تداولها خلال هذا اللقاء من أجل التأجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، ومنها توسيع التغطية لتشمل سائر الشغالين والفئات العاملة وإصلاح نظام الحكامة في إطار من الملائمة بين الأهداف الاجتماعية ومستلزمات التوازن المالي ووفق مقاربة تشاركية ومتوافق حولها.